اهلا بكم. الفيديو ده حلو قوي على فكره. الفيديو ده معبر جدا عن اللي بيعمله ناس كتير وسريع. اللي عجبني فيه السرعه، انه هوب راجل بيسيء معامله نفسه، بيصحى الصبح من النوم بياكل كل الاكل، قلبه في الاخر تاثر. طبعا شفتوا القلب، اللحظه اللي القلب فيها وقف، الاعضاء كلها طبعا جالها مشكله كبيره. الاعضاء احنا بنموت كلهم صوتوا. الحق يا عم، ده المعلم وقف، المعلم بطل. على فكره حكايه السمنه حكايه مزعجه جدا، وعايز احكي لكم حاجتين قصتين كده مهمين جدا. القصه الاولانيه قصه رونالدو. رونالدو ده فينومينا، مش كريستيانو رونالدو، رونالدو البرازيلي. رونالدو لما بشوفه بحس ان احنا قدام نموذج ليه، بيتكرر كتير على فكره، لفكرة الإنسان اللي بيتحول من رشاقة قوة صحة إلى سمنة. ورونالدو نفسه قال جملة مهمة جدا، قال أنا فشلت خلاص. بص، هل ده رونالدو بتاع زمان؟ ده على فكرة الفيديو ده قديم، لكن دلوقتي رونالدو أتخن من كده. وشوفوا هو الوحيد في وسط المجموعة اللي اعتزلت كلها، كل دول اعتزلوا، ده فايز هو الوحيد اللي تخين في وسطهم. يعني دول طبعا واضح بقى ان انت رؤولة هوت ومش عارف ايه. طبعا هو خلاص ما فين، مش قادر، يقدرش يعمل ده. وعلى فكرة ده مصاب برباط صليبي، يعني هم حتى دي طبعا مباراة خيرية، واضح انها مباراة يعني كانت بتعمل ودية للنجوم ريال مدريد مع نجوم البرتغال. طبعا ناس بتلعب كرة بجد وهو مش قادر. دول اعتزلوا كلهم، يعني الناس دي كلها اللي احنا شايفينهم دول معتزلين. لكن طبعا ده طبعا راؤول اهو، وفي كان ناس تاني. العكس بقى، ملكة جمال فرنسا دي عكس اللي احنا شفناه ده. ده واحده كانت عندها سمنه، تحولت من السمنه الى النحافه، وخدت ملكة جمال اسمها فايمالا شافيس، دي تهيتيه من تهيتي. فبرضو حاجه مختلفه انها بعد ما كانت سمينة تحولت إلى ملكة جمال، وهو رونالدو بعد ما كان لاعب كورة تحول إلى إنسان يعني تخين. أنت عايز تبقى إيه؟ عايز تبقى كذا ولا عايز تبقى كذا؟ النهاردة حوار مختلف مثير، يتضمن الكثير من الـ زي ما بيقولوا الحقائق الصارمة الصادمة اللي من القلب. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات السمنة، اللي بيسعدني جدا بأسلوبه الرائع وبأدائه العلمي المتفوق، والنهاردة زي ما قلت لكم أكيد هيكون صادم وصارم وحقيقي، أستاذ الدكتور وليد إبراهيم. الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم.
السمنة مرض وبيجيب 100 مرض. بني آدم بيدمر نفسه بعجله. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مسار. كانت محبة للسكريات وعملنا لها تكميم معدة وخست. أنا مش هاخد قرار إلا لما هو يجي. لازم أخد قرار ولازم أعرف عدوي. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. طبعا اسمحوا لي ان انا احب ضيفي العزيز الاستاذ دكتور وليد ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا دكتور. الحقيقه مبسوط جدا بوجودك النهارده معانا، وعايز ابدا الاول بكلمه الحقائق الصارمه ربما تكون كمان يعني الخفيه في عالم جراحه السمنه. هل فعلا في اشياء، او احنا فعلا وصلنا النقطه اللي هي نقطه ان احنا نبين الحقيقه اللي هو لو احنا بنفتكر ان احنا بدأنا نتكلم عن جراحات السمنة من 5-6 سنين تقريبا، نتكلم عن البدايات عن التكميم وتحويل المسار، وكنا في اول عرضنا للموضوع كنا بنجيب صور قبل وبعد عشان يحصل انبهار، وبعد كده بدأ الماركتنج يكتر وبدأ الجراحين تكتر وبدأ اللغط يحصل، اللي هو بدأت الناس تسأل على حاجات كتيرة لأن الموضوع بقى مشوق، فبقى في حاجات جديدة وفي حقائق وفي حاجات مش واصلة للناس بصورة طبيعية، وفي تطورات في جراحات السمن، وفي ناس بدأت تطلق أسماء عمليات مش موجودة على مستوى العالم في مصر كنوع من أنواع الترويج. كنا لازم نوصل لنقطة ان احنا نجاوب على الاسئلة اللي هنقول محيرة الناس كلها، اللي الناس ما بقتش تسأل دلوقتي على الشكل قبل وبعد قد ما بتسأل على طب ايه الجديد في التخدير، طب ايه الجديد في العمليات، طب ايه الجديد في الدباسة، طب وهي الدباسة بتفرق ولا لأ. ولما عرضنا من 5 سنين موضوع التسريب وازاي بيحصل وان احنا ممكن نتعامل معاه ونعالجه، الناس بقت خلاص دلوقتي كلها اورينتد، كله بقى عارف يعني ايه تسريب وعارف ان هو ممكن يتعالج، وبقى يسأل على الحاجات اللي تتجنب الحاجات دي. فبدأ يحصل نوع من انواع هنقول البلبلة، ان لا ده في حاجات بتمنع التسريب في دباسة معينة، لا ده في آلة معينة نزلت هي دي اللي هتخلي العملية نسبة نجاحها 100%. الكلام ده كنا لازم نرد عليه. اعتقد ان الحلقة بتاعت النهاردة ممكن نرد بيها على حاجات كتير قوي هنقول انتشرت في الاونة الاخيرة في جراحات السمنة. إذن هي حلقة توصف بأنها حاسمة صارمة، وأكيد هتبقى باسمة، الحاسم والصارم والباسم ثلاثهم. حلو أو كده. هبدأ بأسئلة جمهور كتير قوي جت لنا. أسئلة دي زي ما أنت قلت أنه التطور اللي حصل في جراحات السمنة فرض كثير من الأسئلة في عقول الناس، وخصوصا أن أنت قلت جملة دبلوماسية في لغط حصل. تعال نشوف أول سؤال. حالة بتقول 30 سنة عامل تدبيس معدة اللي اتمنع دلوقتي من 4 سنوات ورجع وزنه زاد مرة تانية. هو بيسأل سؤال على مستويين، يقول لك ليه وزني زاد؟ طب ما انا عامل عملية، وهل ممكن اعمل عملية تانية بعد كده ولا؟ هو تدبيس المعدة كانت معتمدة فكرتها على ان احنا نعزل جزء من المعدة من غير ما يحصل قص، يعني كأننا بناخد حتة من الأوضة، بقت هي دي المعدة الجديدة. المشكلة ان هي كانت بتتعمل العملية اولا بالجراحة، فكان بيحصل فتح للبطن، وده كان بيسبب ان بيبقى في غير الجرح ان ممكن بيحصل عليه فتق. هي دي التدبيس. وبيتحط شبكة حوالين المعدة الجديدة. يعني ده تدبيس المعدة، والجزء اللي بين الدبابيس اللي هو اللي فوق ده، الحته اللي تحت البيضه دي، هذه الشبكه اللي بتلف دي. دي الشبكه بتاعت مخرج المعده الجديد بعد التدبيس. العمليه اتمنعت لان الشبكه دي اللي محطوطه حوالين مخرج المعده الجديد هي جسم غريب في جسمنا،
واي جسم غريب دايما الجسم بيبدا يلفظه، هيلفظه هيلفظ الشبكه دي ازاي؟ ان الشبكه بتبدا تعمل نوع من انواع التفاعل مع الانسجه، فبيبدا يحصل ضيق في مخرج المعده، فكل عيانين كل عيانين اللي عملوا تدبيس معده يبدا يرجع بصوره هستيريه بعد العمليه، فبيبقى هو مش قادر ياكل اكل يعني اكل عادي، او ياكل عيش وياكل رز وياكل مكرونه، لو خد معلقتين ثلاثه بيبدا يرجعهم، وبالتالي لان الفتحه ضيقه فبيبدا يدور على مصدر للطاقه، فاسهل مصدر للطاقه يقدر ياخده ويتكيف معاه من غير ما يرجع هي السوائل، واكتر حاجه هتديله طاقه هي السوائل المسكره، فيبدا ياخد سوائل مسكره، فيبدا السعرات الحراريه تبدا تعلى، فيبدا وزنه يزيد ويرجع للطبيعي. وده السيناريو اللي بيحصل او اللي حصل مع 99% من العيانين اللي عاملين تدبيس معده. وبييجوا بعد كده احنا عايزين حل، لان احنا وصلنا لنفس الوزن اللي كنا فيه ويمكن اعلى. والمشكله انا كنت زمان وزني زياده وباكل، ده انا عامل دلوقتي تدبيس معده ووزني زياده وما باكلش. يبقى ايه الحل؟ البديل بيبقى دايما تو اوبشن، والمريض بيبقى جاي عايز الاختيار السهل، اللي هو مبدئيا بتبقى صدمه ان احنا لا دي عمليه، فرقم واحد عشان نصلح حاجه زي كده دي رقم واحد احنا بنعمل عمليه. رقم اتنين وده السؤال البديهي، العيان هيقول لي طب انا هعمل عمليه ايه؟ انا عايز تكميم، لان هو عايز ان ما ياخدش فيتامينز، وعايز يشوف نتائج التكميم اللي شافها في الناس اللي عملت التكميم بس كان لاول مره. فمتخيل انه ممكن يعمل تدبيس معده ويعمل تكميم، لو باظ تدبيس المعده نحولها لتكميم، نحولها لتكميم، وده ممكن يحصل بنسبه 1-2%، يعني يعتبر ما بيحصلش تقريبا. ليه؟ لان التركيبه التشريحيه للمعده اختلفت، لان احنا دبسنا بطريقه معينه وحطينا شبكه حوالين مخرج المعده، اللي هي الحته دي اصلا احنا بنسيبها في التكميم اللي هو ده شارع المعده الماجنس تراسي. فانا في تدبيس المعده العمليه القديمه انا سلكت وحطيت شبكه حوالين شارع المعده، وشارع المعده ده قفل نتيجه للشبكه، وهو اللي عمل مشكله تدبيس المعده. طب ازاي هسيب شارع المعده مقفول واقول لك ان انا هعمل تكميم؟ يبقى احنا كده هنقفل المعده خالص. وبالتالي ان احنا نعمل تكميم بعد تدبيس معده ده شيء يعتبر الى حد ما مستحيل، ولو حصل هيحصل 1-2%، يعتبر مستحيل. ولو حصل ودكتور اقدم على كده هيبقى مضطر انه يسيب المعده واسعه. طب هي نرجع تاني، فهتبقى النتائج شبه النتائج مش مرضيه، مش مرضيه. وعلى مستوى العالم دايما لما بنيجي نتكلم في اختيار عمليه، احنا العمليات عمليات السمنه متقسمه لطبيعتين. الطبيعه الاولى ان احنا بنقلل من كميه الاكل، اللي هو نقص جزء من المعده، كوانتيتيف، اللي هو تحتيها تدبيس حزام تكميم. اللي هو نقلل من كميه الاكل اللي بتتاكل، ما لناش علاقه بالامتصاص، نقلل من كميه المحتوي وبالتالي المحتوى يقل. تمام. من غير محتوي اللي هي المعده، من غير اي مشكله في الامتصاص، ما لناش علاقه، ما دخلناش في الميكانيزم بتاع الامتصاص. فكميه الاكل دي تقل عن طريق ايه؟ زمان تدبيس في المتوسط من 10 سنين 15 سنه حزام المعده، تدبيس كنا بنصغر المعده، حزام المعده كنا بنحط معده حوالين، بنحط حزام حوالين المعده فنقلل من كميه الاكل. الجديده والاحدث واحدث حاجه التكميم، ان احنا بنقص 80% من المعده. فدول في جنب، دول كاتيجوري، دول نوع من انواع العمليات. النوع الثاني من العمليات اللي هي عمليه تحويل المسار، اللي انا بصغر من حجم المعده وبقلل امتصاص الاكل. في فكر، وده فكر حقيقي وعلمي، الا وهو لما تفشل عمليه من الثلاثه دول مش من الحكمه ان انا اعمل واحده من الثلاثه عشان اصلحها. لما تفشل عمليه من تدبيس تكميم تحويق تدبيس تكميم حزام، لما يفشل اي عيان عامل عمليه في واحده من الثلاثه دول وزاد وزنه عشان اصلح، هو من الحكمه الكامله ان انا اصلحها بطريقه تانية، اعمل تحويل مسار، اعمل تحويل مسار. وده ليه اسباب كتير. زي فكره الرجيم، هو ليه الناس بتبدا تعمل رجيم لمده اسبوعين وتخس 7 كيلو، وبعد كده يقف الميزان لمده شهر، ف
ففي خلال الشهر نزل على نفس الرجيم 7 كيلو، يروح مغير الرجيم لمدة شهر فينزل 3 كيلو ويفضل ثابت، وبعد كده يغير الرجيم لمدة شهر فينزل 2 كيلو ويفضل كده لمدة 6 شهور يجرب كل أنواع الرجيمات. الجسم بيبدأ يحصل عنده مناعة، لأن كمية الأكل مهما قلت هي بتبدأ تاكل من المخزون، بس جسمنا بيحاول يحافظ، بيقلل حرقه. هو ده نفس الكلام إن كان بيحصل في الرجيم بيحصل وده في العمليات. بيحصل في العمليات التلات عمليات اللي تحت بعض، اللي هم قديم ما بيتعملش تدبيس، وبعديها حزام ما بقاش يتعمل، ودلوقتي تكميم، هم التلاتة نفس الطبيعة. الجسم خد نفس عوامل الدفاع ان لتقليل كمية الاكل، خلاص وقف في الميزان. فلو واحدة فيهم فشلت اعمل واحدة بنفس الطريقة، الجسم مش هيستجيب. فلازم اضحك على الجسم لندخل ميكانيزم جديد، ما عنديش حل ان انا اعمل. دي فلسفة جيدة جدا اللي انت بتقولها، فلسفة رائعة، لان دي من ضمن الفلسفات بتاعت ليه التكميم لو باظ ما عملش تكميم تاني، ده انا عامل تحويل مسار. تمام. وفي فلسفه تشريحيه انه اوريدي في تليفات خلاص تمنع ان انا ارفع اعمل تكميم تاني. ما هو اختيار العمليه في الاول ده ليه دور في النجاح. وكيفيه التعامل مع الاعراض الجانبيه ليه دور في النجاح. دايما القرار، ما احنا كنا طول عمرنا احنا تقريبا من اول ما بدانا كنا بنتكلم على القرار، قرار من المريض، قرار من الدكتور، القرار في إعادة التأهيل، كلها قرارات بتتوقف عليها نتائج. طب تعالى بقى للسؤال الجاي ده. واحد بعت لنا رسالة، أول كلمة كتبها، أول كلمة بيقول إيه؟ أنا بخاف من المضاعفات. وراح جايب القصة بتاعته. قال لك وزني 150 كيلو، لا أستطيع مقاومة الأكل وعايز أخس، لكن كل الناس خوفتني من المضاعفات. وبعدين في الآخر قال لك طب انا عايز اسالكم ايه هي المضاعفات؟ هو ما يعرفش المضاعفات. هو لا، ذكر كلمه مضاعفات 3 مرات. لان هي الناس قالت له ان في مضاعفات. ولان التكميم وتحويل المسار زي ما احنا قلنا في الاول ان هو برانش كان تخصص مبتدئ وملوش كتاب. فهو مختلف من دكتور لدكتور تاني، ومختلفة تكنيك العملية من دكتور لدكتور، ودخل في التكميم وتحويل المسار كبرانش نوع من أنواع الكوميرشال ونوع من أنواع المتاجرة. وبالتالي ما بقتش النتائج كلها يونيفرسال على مستوى مصر. يعني ممكن دلوقتي هتقابل 5 عاملين تكميم، هتلاقي كل واحد ليه قصة. هتلاقي واحد منهم يقول لك أنا عملت العملية في 25 دقيقة وروحت بعد 3-4 ساعات، واحد تاني يقول لك أنا حصلت لي مشكلة واتعاملت معايا بالطريقه الفلانيه، وواحد تالت يقول لك انا عملت عمليه وما نزلتش. وما تيجي تقارن الخمسه ببعض هتلاقي صعب جدا، لان انت عشان تقارن نتائج عمليات مع بعضها لازم انت تثبت الاساسيات، يعني قاعده اللي هو القاعده اللي احنا بنشتغل عليها. ايوه، انت جايب خمسة مرضى عملوا تكميم عند 5 جراحين مختلفين وبحالات مختلفه، بكل جراح ليه طريقه، كل جراح ليه استخدام في دباسات معينه، كل جراح ليه مستشفى، كل جراح ليه تكنيك، كل جراح ليه سيستم. وبالتالي الشور الخمسه هيبقوا مختلفين. وده دايما اللي بيخلي كل حاله سيتويشن بتاعها مختلفه، الوضعيه مختلفه، وده شيء تاني. اللي عنده فشل في الرئه، واللي عنده جلطه قديمه، واللي عنده عضله القلب مش جيده، واللي عنده وسكر، والخمسه مختلفين في الظروف جوه اوضه العمليات. والخمسه مختلفين الى حد ما نسبيا في التشريح ما بين معده والتانيه. والخمسه مختلفين في الحجاب الحاجز، وهل ده عنده حجاب حاجز او ما عندوش حجاب حاجز. والخمسه مختلفين في الدهون اللي موجوده على شارع المعده اللي انت هتسيبه بعد القص. فالخمسه مختلفين تماما، وبالتالي المقارنه صعبه. طب ازاي المريض يبدا يفكر عند مين يروح ويعمل ايه؟ انا من وجهه نظري ان النتائج الأساسية، النتائج بالنسبة للمريض هي أهم عامل من عوامل الاختيار. المريض اللي بيسأل على المضاعفات كأول سؤال، أنا أعتقد من وجهة نظري إن هو ما شافش. المريض اللي ما شافش يعني إيه؟ ما شافش مرضى. هو سمع على إن في عملية، وسمع على إن العملية دي بتخسس، وبدأ يبعت السؤال على الأساس ده. وده لو دخل في العيادة أنا برد عليه بمنتهى المنطقية.
انا يعني من 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 مكاني كاستاذ جراحات سمنه شيء طبيعي جدا ان انا اقول لك ان احنا احسن ناس، ان احنا بنعملها في 25 دقيقه، ان احنا عندنا عدد كبير جدا، ان الاعراض الجانبيه عندنا تكاد تصل الصفر، ان ان احنا الحمد لله كويسين. ده شيء طبيعي جدا، اي حد هيقعد في مكاني هيقوله. انما هو المنطقي والعقلاني جدا اقول له والله روح شوف واحد واثنين وثلاثة واربعة، اختارهم انت وخليك في الاستراحة بره، اللي هي استراحة المرضى، اللي هي الناس اللي موجودة وعملت النادي الصغير، اللي هي الناس هتيجي وتحكي، ان خليك في النادي الصغير. هو ده النادي الصغير، شوف لك ثلاث اربع نوادي وابدأ احتك بيهم، لان هو قرار النادي ده تعبير اللي هو مجتمع المرضى بتاع السمنة اللي عمل عمليات وبيلتموا مع بعض وبقى موجود دلوقتي. وموجود نوادي كتيرة، ونوادي سمعتها ما شاء الله زي الفل، ومستوانا على يعني بتكلم على مصر كجراحين جراحات سمنه، انا اعتقد ان احنا يعني تفوقنا على بره. لا لشيء الا للبراكتس، للعدد، عدد الحالات اللي اتعملت هو اللي بيخلي الليرنينج كيرف يعلى، هو اللي بيخلي النتائج بتبقى احسن. فمريض زي ده هنقول له لا، شوف لك 3 4 من نوادي جراحات السمنه اللي هم حصلت ونتائج 3 4 دكاتره من جراحي جراحات السمنه، وتفاعل معاهم وشوف قصتك واسالهم وعملوا ايه واعرف خبراتهم، وعلى الاساس ده هتبدا تتريس، هتبدا تختار، لان هو قرار يستحق الدراسه، لان هو في برضه قرار. واحنا لما كنا بنجيب الحالات قعدهم ونستمع ليهم كانت حاجات مهمه جدا جدا، وكنا دايما بنتعمد ان احنا نقول لو كان في سلبيات قبل ما يبقى في ايجابيات. لان انا من وجهه نظري ان تكميم او تحويل هي مش عمليه وقصه قد ما هي تغيير من بيهيفير وعلاقه ما بين دكتور ومريض. عايز اقول لكم حاجه واحنا بنختم النهارده، حاجه مهمه قوي. وانت بتفكر في اي شيء متعلق بجراحات السمنة لازم تفكر برضو في مضاعفات السمنة، لازم تفكر. الدكتور وليد دلوقتي هيبدأ ايه يبص لي، انت هتقول مضاعفات السمنة؟ طب الحق امشي بقى. لا لا لا، مش هتكلم على مضاعفات السمنة، انا هتكلم على وجهة نظري في التكميم والتحويل. من بعد تقريبا من 5 لـ7 سنين بعدد يصل للالافات، انا شايف ان من اعظم العمليات اللي اتعملت في الطب تكميم المعدة، ويليها عملية تحويل البصر. بمنتهى البساطة من أعظم العمليات كعمليات على مستوى الجراحة بنسبة شفاء، بنتائج، بتغيير في سلوك الحياة، من أعظم عمليات الجراحة من وجهة نظري تكميم وتحويل المسار. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحة السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس، والمبدع دائما في حواره المختلف. النهاردة قدم لنا على مدار الحلقتين دول اللي فاتت والنهاردة شيء جديد ومهم جدا. كل اللي اتقال النهاردة جديد. نورت يا دكتور وليد، ميرسي. خليكوا دايما مع الدكتور.